السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرد على رشيد زكريا بطرس ماجي خزام. اسمعوا، الآن ننتقل مع بعض للمرحلة السادسة. المرحلة السادسة هي الانسلاخ عن حياة الأرض تماما، هي الاستنارة، فينا نقول الانسلاخ عن حياة الأرض بتؤدي للمضي بطريق الرب الإله، بطريق الرب الاله. يعني الكلام اللي جاي ده عن الاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله بكم، غفر لنا واياكم. معكم محمد نصيف المحاور، باحث في الكتاب المقدس للرد على اعداء الاسلام مما يعتقدهم. زكريا بطرس بيشتم في الاسلام، ماجي خزام اللي هي معانا في الفيديو بتشتم في الاسلام، رشيد العبيط بيشتم برضه في الاسلام وبيتهموه بالجنس. تعالوا نسمع الفيديو اللي جاي ده ونعلق عليه مما يعتقدهم. من نقطة لنقطة، أنا قلت بأن محمد استخدم دعوته للحصول على السلطة والمال والجنس. أنا قلت بأن محمد استخدم دعوته للحصول على السلطة والمال والجنس. بيقول النبي محمد رشيد ده أحد المنصرين الكبار جدا عندهم، بيقول إن النبي محمد استخدم دعوته للحصول على الجنس. أبوهم زكريا بطرس بيقول الشذوذ الجنسي في الإسلام اللي هو الولدان المخلدون. زكريا بطرس الكذاب بيقول لك إن الشذوذ الجنسي في الإسلام الولدان المخلدون، وبيتهم الإسلام بإن فيه شذوذ جنسي. خد بالك، النهارده بفضل رب العالمين مع محمد نصيف دوت كوم هتعرف إزاي ترد عليهم ردعا وتأديبا وتأديبا وتهذيبا وإصلاحا وتربية من كتابهم هم ومن عقيدتهم هم. والبادي أظلم يا عباد الصليب. النهاردة بإذن الله هنعلمك إزاي تطلع إن مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي جنسي ولا اللي جاي بدين جنس، بل إن الرب بتاعهم، الرب بتاع زكريا بطرس، الرب بتاع رشيد العبيط، الرب بتاع ماجي خرام، هو اللي جنسي وهيجان وعايز يتجوز، حتى هيتجوز على نفسه. الكلام ده فين يا محمد يا نصيف؟ نسمع ماجي بتقول ايه، وبتقول ان الرب بتاعهم بيتجوز وعلاقته بمراته، وبعد كده اسمعكم قول رشيد وزكريا بطرس في نشيد الانشاد. هو من التحضير للمرحلة النهائية. اوقات هون المرحلة الخامسة اللي صار فيها كبرياء وربنا سمح فيها وفتور ودار ظهره ومشي لما فتحت له، شو الرب عندهم دار ظهره لما فتحت له. مين اللي فتحت له؟ عارفين مين اللي فتحت له يا جماعة الخير؟ مراته. ايه؟ مراته؟ ايوه، ما تستعجبش. الرب عندهم بيتجوز ومراته لما فتحت له الباب. اللي عايز يتأكد من كلامي اكتر بدقة وما الى ذلك، يا ريت يرجع في القناة وفي الصفحة لحلقات الرد على ماجي خرام في نشيد الانشاد، اصحاح واحد. انا عامل كل اصحاح بحلقة، يعني الإصحاح واحد لما شرحته عامل فيه حلقة، إصحاح اتنين لوحده عامل فيه حلقة، إصحاح تلاتة عامل فيه حلقة، يعني دي الحلقة السادسة في شرحي أو في تعليقي على شرح ماجي لعلاقة ربهم بمراته، عروسته، لأنهم لسه ما دخلوش. إيه؟ لسه ما دخلوش. الرب عندهم خطب، بس خطب وخدها على السرير، خد مراته على السرير. جنس. وعلماء المسيحية باعتراف علماء المسيحية، ورشيد كان جايب أكبر علماء المسيحية بيعترفوا إن الكتاب بيعلمهم إيه الجنس، يعلمك إزاي حتى الاغتصاب، لأن البنت لسه صغيرة بتاع مرات ربهم يعني. فراجعوا الحلقة من واحد لخمسة فيهم زي ما بيقولوا فيهم كل حاجة، بس المرة دي النهاردة في بعض الرموز الجديدة. قولي يا ماجي قولي. أدى لأن هي تتقد أكثر بالروح وتروح تشرح الخامسة اللي صار فيها كبرياء وربنا سمح فيها وفتور ودار ظهره ومشي لما فتحت له. دي مراته، دار ظهره لما يعني كان بيخصمها يا فندم في كتاب محبي من الله. شو أدى لأن هي تتقد أكثر بالروح وتروح تشرح للناس عن ربنا بطريقة أعمق وأكثر وبتفاصيل. دي عروسة الرب، ما كانت حاكي عنها من قبل بكل الأصحاحات.
فهون شو قالوا للأصدقاء ببداية السادسة؟ أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ فكانت هي سبب ده عارس رب عروسة ربهم عمالة بتكلم صحباتها. يا أخوي شوف أنت لما يكون عندك أنت شفت حكاوي إن الستات لما تكون في واحدة ست لما صاحبتها وعماله بتقول لهم ده انا عريسي عمل وانا عريسي سوى وعريسي شكله مش عارف ايه وعريسي مبصر شو ايه الموضوع. العروسه اللي هي مرات ربهم بتشرح للناس ان ده ان الرب ده اللي هو عارسها وحلو وابيض وجميل وعينيه مش عارف مالها وبيجيلي. والنص كمان فيه بيقول لك وسريرنا اخطر وفي بوس وفي احضان. اي والله العظيم تعالوا نشد نشد وشوفوا بنفسكم. يلا بينا نكمل. الاول قبل ما نكمل انا عايز اسمعكم. انتوا سمعتوا زكريا بطرس وهو بيتهم الاسلام بالجنس بالشذوذ ورشيد وهو بيتهم الاسلام بالجنس. تعالى اما اسمعكم نشيد الانشاد عندهم ايه. نشيد الانشاد عندهم اقوى واعظم من الاناجيل. ليه؟ لأن نشيد الإنشاد هو أفضل نشيد في الكون وأفضل ما كتب، فالمفروض أنه أقوى وأفضل من الأناجيل كمان، مش أنا اللي هقول. وأما المنصر المتطاول على الإسلام رشيد، تعال نسمع بيقول إيه نشيد الإنشاد عبارة عن إيه عند المسيحيين. هو موضوع سفر نشيد الإنشاد، السفر الذي اعتبره اليهود والمسيحيون على حد سواء، أنه قدس الأقداس وأفضل الأناشيد في الكون. نشيد الإنشاد عند المسيحيين هو أفضل نشيد في الكون وقدس الأقداس. وتعالى بينا نسمع زكريا بطرس بيقول إيه على نشيد الأناشيد. طبعا سفر نشيد الأناشيد يعتبر سفر خاص لا يفهمه الإنسان الطبيعي العادي، لأن تعرف أن الإنسان مكون من جسد وروح. لا يفهمه الإنسان الطبيعي العادي، يعني عايزين عشان يفهموا كلام ربهم لازم يكون واحد مش طبيعي، انسان مريض مثلا عشان يقبل هذا الكلام ويفهمه. فالناس الجسدانيين يفهموا هذا السفر بطريقه جسدانيه شهوانيه، الجسديين. الانسان الروحي يفهمه بطريقه روحانيه. عشان كده في القديم في العهد القديم كانوا محذرين ومنعين ان غير الناضجين روحيا ان هم يروا. كانش في متناول يروا، كانش في متناول يد الكل. انت يا مسلم تخيل اخر مكسوفين يقروا كلام ربهم. اخوة الاكارم بقى يا ريت الله يرضى عليكم، احنا كل بالكم خدوا بالكم كل ده اهو 7 دقايق لسه كل ده احنا بنسخن. انت فاكر كده احنا دخلنا في الموضوع؟ لا حبيبي احنا بنسخن لسه. هجمع لكم بقى لسه هجمع لكم الردود زي ما بيقولوا، لان البث النهارده ماجي هي اللي هترد على رشيد وهي اللي هترد على زكريا بطرس، فاحنا كده بنسخن. فالاخوه الاكارم الاخوات الكريمات الله يرضى عليكم، ده البث رقم 560. اخوة الاكارم يا ريت مشاركة للبث بقى في المجموعات عشان نبدأ على بركة الله. يا حلوين يا طعمين يا مقطقطين، احنا كده زي ما شفتم سمعتلكوا كلام زكريا بطرس وكلام رشيد ان افضل ما كتب بل يمكن افضل من الاناجيل نشيد الانشاد. ليه انا عملت الحركة دي؟ بعض الجهلة لا مؤاخذة، يعني بعض الجهل، الاخ اللي بيقول الاكونت الجديد مفيش لسه اكونت جديد، ربنا يبعت. ويا ريت الله يرضى عليكم في التعليقات خلونا في موضوع البث ما تخرجوناش عشان انا ما توهش، تمام؟ الاخوه الاكارم والاخوات الكريمات الاحياء منهم والاموات يا ريت بقى مشاركه للبث في المجموعات يا حلوين ويا حلوات. يا خبر ابيض عليا وعلى الافيهات وعلى الحركات وعلى الكوبليهات وعلى التجميعات، بس خلاص بقى يا ريت بقى مشاركة الله يرضى عليكم في المجموعات. سنكبر لكم الخط عشان نجيب تعليقات وحركات وحرنكشات. ايوه اجلد وعلى بركة الله. يلا جماعة البث في المجموعات الله يرضى عليكم وبارك فيكم وحفظنا وإياكم يا رب. عملتوا مشاركة؟ احنا لسه زي ما قلت لكم كده لسه في البدايه، لان لسه معانا
في تعليقات ماجي، وماجي بتفضح زكريا بطرس في ممارسة الجنس العلني، ممارسة الجنس بشدة وبقوة وبقسوة، وماجي خرام هي اللي هتفضح زكريا بزرط، وهي اللي هتفضح رشيد ومعتقدهم الداعي للجنس كما قال زكريا رشيد، ومداعي والداعي للفجر والشذوذ كما قال زكريا بطرس. ايوه انا عايز بتاع خفه دمك ده اديله ادي لسه 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 تيجي جاي ورا. بصوا بقى ماجي هتبتدي ايه تعمل الشقلبظات، قولي يا طاهره يا بنت لكن الاصدقاء حبيبك فنطلبه معاكي. ايوه حبيبك فايه فنطلبه معاكي. مين حبيبها ده يا جماعه الخير؟ الرب بتاعهم، هذا الرب بتاعهم عايز يدور على عرايس تانية. الا يدعو هذا الكلام وهذا المعتقد من ماجي خرام لما تكلم زكريا تقول له يلا يا زكريا يا اللي دينك بيدعو للشذوذ، مش المفروض كده ولا ايه؟ ماجي خرام بترد على رشيد وبتقول له دينك انت اللي بيدعو للجنس، هم في بعض، اضربهم في بعض. اضرب اضرب عبيد الشيطان في بعض. فكانت هي سبب خلاص لكل الاصدقاء اللي كان الثاني. فمنشوفهم هون بالخامس كانوا عم كلوا واشربوا واسكروا ايها الاحباء. ايه ايه الرب بيقول ايه يا طهره؟ الرب بيقول ايه عندكم يا طهره؟ منشوفهم هون بالخامس كانوا عم كلوا واشربوا واسكروا ايها الاحباء. هون الرب بتاع ماجي خرام، ماجي خرام بترد على زكريا بطرس بتقول له يلا يلا يا ربك بيقول كلوا واشربوا، مش مشكله، واسكروا واسكروا. يعني من الاخر ماجي خرام بتقول لزكريا بطرس ورشيد انتوا ربكم خمرج سكير عربيد بتاع خمره وبيدعو العبيد بتوعه يتسطلوا. خد بالك ممكن يطلع لك واحد يقول طب ما انتوا عندكم في الاسلام في جنات انهار من خمر، ايوه لذة للشاربين، وفي الآية الثانية لا ينزفون عنها ولا لا تذهب عقولهم ولا يتسطلوا، يعني في خمر الجنة عند المسلمين ما فيش سطل، ما بتسطلش ولا بيصدعوا ولا بيتصدعوا منها، لكن انت عندك هنا كلوا واسكروا اسكروا، ما فيش سكر عندنا احنا في الاسلام، لكن عندهم هم في سك في سكر. ده مش بس في الدنيا، مش في الاخره، لا ده في الدنيا كمان، يعني في الدنيا في سكر وفي الاخره في سكر وحاجه اخر عربده. هون بالخامس كانوا عم كلوا واشربوا واسكروا ايها الاحباء، هون خلص تركوا ملذات الارضيه، صاروا بدهم يروحوا يدوروا مع علي. يدوروا معه على مين؟ على الرب. ها بتقول لهم العروس حبيبي نزل الى جنته الى، سمعتم بتقولها لايه؟ العروس، عروس مين؟ عروس ربهم، عروس الرب بتاعهم نزل الجنه بتاعته. بتقول لهم العروس حبيبي نزل الى جنته الى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن، انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. لساتها هون مصممه اكثر، ولكن خبرتهم وين بيكون راح، صارت تقدر تفهم هون ربنا وينه، ما هونيك كان عمل جنه اهو. ايه ايه ربنا ربنا، يبقى كده الاعتراف اولا. ماجي خرام بتقول لزكريا بطرس ورشيد الرب بتاعكم يا زكريا هذا السكير بيدعو عبيده انهم يتسطلوا، لا مش بس كده، وبينزل الجنه يقعد يدور على حبايبه ويدور على عرايسه ومراته. اها اعتراف صريح ضمني، مش محدش يقول ان انا ما بجيب حاجه من عندي. قولي يا طهره قولي وافضحي المنصرين قولي. والا منك بيطلع جنات، فانه بيكون بجنته بخمائل الطيب يرعى بالجنات ويجمع السوسن، السوسن اللي هن النفوس المختاره من بين الاشواك بالعالم. خلينا نشوف العريس شو بيقول هون بالاصحاح السادس. بيقول انت جميله يا حبيبتي كترسى، حسنه كاورشليم، مرهبه كجيش بالويه. اوف هون بنشوف قبل ما كان الا جيش بالويه، كانت اوف مرات الرب بتاعهم. انا عايز اصدمكم اصلا قبل ما نخش على النص ده. عارف ماجي هتعترف وتقول ان مرات الرب بتاعهم، مرات اقسم بالله هتعترف ان هي ارهابيه. بص مرات الرب بتاعهم شديده وقويه وارهابيه، والله العظيم والله العظيم هي اللي هتعترف ان مرات الرب بتاعهم عروسه الرب بتاعهم ارهابيه. اسمعوا اسمعوا واعوا.
بسيطة وعينها بسيطتان وجميلتي إلى آخره، هون قويت وامتلأت بالروح القدس وانعجنت وركضت وصارت تقريبا بمرحلة، يعني ما حدا كامل على الأرض ولا هيكونوا كاملين، صارت بمرحلة الكمال كعروس بيحب الرب يشوفها. عروس أولا، عروسة هي عروس ربهم، ها؟ صارت بمرحلة الكمال كعروس بيحب الرب يشوفها. فهي مرهبة كجيش بألوية، الألوية اللي هن اللواءات، فمرهبة كجيش بألوية، أي إن هي مرهبة لإبليس وأتباعه وأجناده. مجرد رؤية هاي النفس بينصرعوا اللي فيهم أرواح شريرة، ما بقى يقدروا. هنا بقى لحظة 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 لحظة، عشان أنا عايز أمسك الكلام اللي هتقوله ده نقطة نقطة. بتقول لك إن مرات الرب، عروسة الرب بتاعتهم، لما يشوفها غير المؤمنين، من الآخر إحنا المسلمين، وهتجيب سيرتنا، هتقول ان احنا ان الكلام ده علينا باللفظ كده، المسلمين، احنا المسلمين. ايوه يا فندم، لما بنشوف بقى، بنشوف عروسة الرب بتاعتهم بنتصرع. ليه يا فندم بنتصرع؟ يا ماجي، ماجي على فكرة والله الحمد والمنة، ماجي لما عمل التحدي للمسلمين ان هم يردوا على 7 أسئلة بتاعتها، هل المسيح مثل آدم، وهل آدم مش عارف مين، وهل المسيح هو الله، وعندكم وما عندكم الكلام ده كله، بفضل رب العالمين يا إخوة، تصدقوا إن والله الفيديو بتاعي بفضل رب العالمين في الرد عليها تخطى عدد مشاهدات الفيديو بتاعها وتحديها للمسلمين. يعني هي قناتها عالية، بيدعمها مجموعة من المغفلين وبيدعمها أمريكا وما إلى ذلك، الفيديو بتاعها تقريبا عامل 27,000 مشاهدة، فضل رب العالمين الفيديو بتاعي تخطى 50,000 في الرد عليها، ولحد دلوقتي ما خدتش فلوسي. هي تحدت المسلمين كلهم انهم يردوا على 7 أسئلة بس، وهتدفع $10,000. انا ما شفتش لحد دلوقتي ولا دولار منها، ورديت على 7 أسئلة. مش بس كده، ده انا رديت على اسئلة هي ما سألتهاش، بل علمتها كتابها. لكن قبل النقطة دي اسمعوا ستيب باي ستيب نعلق عليها. فهي مرهبة كجيش بألوية، الألوية اللي هن اللواءات، فمرهبة أيوة. كجيش بألوية، أي إن هي مرهبة لإبليس وأتباعه وأجناده. مجرد رؤية هي النفس بينصرعوا. المفروض إن هي بتتكلم علينا إحنا، إن النفس اللي هي مرات ربهم، وبقول لكم الكلام ده اللي عايز يركز فيه أكتر ويجيب الكلام والأدلة على إن فعلا مرات الرب بتاعهم، يخش على القناة أو الصفحة ويشوف الست فيديوهات اللي ردت عليها في نشيد الإنشاد، وحيسمع منها باعتراف صريح إن النفس هنا هي مرات أو عروسة الرب بتاعهم. بتقول لك إن مرهبة، النفس اللي هي النفس المسيحية الطائعة، لما بيشوفها اللي هم إحنا المسلمين بينصرعوا. يا بنت انا بتحدى اعلم من فيكم، ده انا بتحدى الرب بتاعك يجي في مناظرة بث مباشر امام المسلمين، سواء على صفحتي او على قناتي، ويجي يوريني نفسه. بلا بينصرعوا، شغل الدجل والدروشة اللي انتوا واهمين نفسكم بيه، والله وبالله وتالله ما هو إلا شيطان تسلط على هذا المعتقد الذي أنتم عليه، فأوهمكم أنكم على حق ولستم على حق ورب العالمين. أنتم تعبدون لا شيء، لا حتى ولا حتى المسيح عليه الصلاة والسلام بتعبدوه، أنتم اخترعتم لكم مسيحا من عندي أنفسكم ثم عبدتموه. لأن المسيح الحق ليس خروف كما وصفتموه، ليس مقتول كما وصفتموه، ليس مهان كما وصفتموه، ليس كشاة تساق إلى الذبح كما وصفتموه، ليس معرى كما وصفتموه، لم يبسق عليه كما وصفتموه، لم يضرب كما وصفتموه، ليس عار عند البشر كما وصفتموه، ليس محتقر الشعب كما وصفتموه. ده مش المسيح صلى الله عليه وسلم، ده مش المسيح. ثم اللي فيهم أرواح شريرة ما بقى يقدروا يضاينوا، بدون يضحكوا، بدون يتمسخروا، بدون يهجموا ينقضوا عليا، بدون يقتلوها. ليه بتقولك هي؟ والله يا جماعة الكلام علينا، الكلام ده علينا، وأنا اللي أكد لك الكلام ده، هي هتذكر بعد شوية أن الكلام ده على المسلمين. قال بدهم ينقضوا عليها، بدهم يهجموها، بدهم يعضوها. ليه حبيبت أمك؟ ما هم في آلاف الدعاء
موجودين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وشغالين بثات مباشرة وردود عليكم، وبيتحدوكم ويتحدوا أعلى من فيكم، وبيتحدوا الرب بتاعكم. ومقصودي هنا بالرب هم لا يعبدون رب العالمين، لا ماجي بتعبد رب العالمين، ولا زكريا بزرط بيعبد رب العالمين، ولا راشد، ولا المنصرين الفاشلة بيعبدوا رب العالمين. أقسم لكم بالله العظيم بيعبدوا شيطان رجيم. ما بيعبدوا رب العالمين، والله ما بيعبدوا رب العالمين. عشان طلع لي واحد نسب على اليوتيوب، أخي ما تقولش بتحدى ربهم، فربنا وربهم واحد. لا يا فندم، هم مين قالك ان هم بيعبدوا رب المسلمين؟ اسأل اي واحد فيهم قول له هل انت بتعبد اله الاسلام؟ يقولك لا انا لا اعبد اله الاسلام. وانا بقول لهم انتوا لا، والله ما بتعبدوا اله الاسلام، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، هم لا يعبدوا لا اله الاسلام ولا اله العالمين. هو اله الاسلام هو اله العالمين، لا يعبدوا والله. واحد يقول لي طب ايه الدليل يا محمد؟ اقول لك وقف. الاخوة المتابعين، متابعين ومتابعات الاحياء منهم والاموات، عارفين ان الخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك، صح؟ صح. ايه موضوع، في بعض الناس مش عارفة ايه موضوع الخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. من هو رب الارباب يا مسلمين يا مستمعين؟ هو رب الارباب هو الاله الحق، صح؟ صح. السؤال ليك، ادي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح، رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 17 العدد 14، بيقول لك هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. ليه؟ الخروف رب الارباب وملك الملوك، الخروف رب الارباب وملك الملوك. انا اسالك انت كمسلم، بل اسالك انت والله العظيم، حتى غير المسلمين ما بيقبلوا ان يكون الرب بتاعهم خروف، بيكفروا بكتابهم بس عشان يهربوا من تحديات العبد الفقير لعفو ربي. اقل المسلمين علم بيخليهم يكفروا بمعتقدهم وبعقيدتهم. انت كمسلم، انا اتحدى هذا الخروف الذي يعبدون. ينفع انت تيجي تقول لي لا ما هو ده رب العالمين؟ اقول لك لا بقى، روح راجع دينك. لو انت تعتقد ان رب العالمين خروف، انت كده انت شايف نفسك كده مسلم؟ لا، لو انت شايف نفسك مسلم روح راجع دينك. هذا ليس رب العالمين، هذا ليس رب الارباب، ده مش رب العالمين. فانا اتحدى هذا الاله الذي يعبدون. والله لا يعبدون الله. والله ما جي خرم، ما بتعبد الله، بتعبد خروف. طيب ده عهد قديم، ده عهد جديد. وعلى فكرة العهد القديم والعهد الجديد واحد، مش هتفرق كتير يعني. حتى يسوع قال ايه؟ ما جئت لأنقض الناموس، ما جئت لأنقض بل لأكمل. بولس قال كل الكتاب موحى به من الله، فالمفروض كلام كلام الله. فلا تقول لي عهد قديم ولا تقول لي عهد جديد، هما الاثنين كلام الله، ده عندهم ولازم يؤمنوا به. ده عهد قديم، وحش وحش العهد القديم، كخة كخة، مش مشكلة، ما عنديش مشكلة. تعالى كده شوف الرب بحسب العهد القديم، بحسب إيمان يسوع نفسه في سفر المزامير إصحاح 18 العدد 8، بيقولك على الرب بتاعهم إيه؟ صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت، صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت. ده رب العالمين. أنا أتحدى هذا الإله الذي تعبده ماجي خراء، زكريا بزرط، رشيد العبيط. هل هذا رب العالمين؟ عشان يطلع لي واحد يقول لي أخي لا تقول على ربهم وتتحدى ربهم لأن ربهم هو ربنا. لا يا فندم، أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ روح راجع دينك، روح راجع دينك، روح راجع عقيدتك. إن كنت أنت ضحك عليك واستغفلت فلا تطلب مني أن أستغفل. هذا ليس رب العالمين. ربنا في الإسلام رب العالمين اللي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا يشبه ربنا بالمخلوقات. وفي آية أخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني فلا تشبهوا الله بخلقه، فهذا ليس رب العالمين. قولي يا طهرة يا بنت الطهرين، زبطي زكريا بزرط والرجيم رشيد. فهي ليه؟ لأنه هي بتشكل إرهاب لإلهم،
مرهب. إيه المفروض النفس المسيحية مع المسلمين بتشكل إيه؟ هي ليه؟ لأنه هي بتشكل إرهاب لإلهم، مرهبة. يعني مرات الرب بتاعكم طلعت إرهابية، يا وعدكم الطين. هي ليه؟ لأنه هي بتشكل إرهاب لإلهم، مرهبة كجيش بألوية. يا عيني على الصبر. رجع له، حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. هلا عينيك هون صاروا التنتين لإله. هنيك الرب بيقول لعروسته حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. أنا أسألك سؤال صغير، إذا كان الرب عندكم مغلوب فكيف يكون إله؟ ماجي خرام تقول لرشيد العبيط وزكريا بطرس يا فشلة يا فشلة، يا من تهاجمون الإسلام يا فشلة، إن ربكم مغلوب. فهو ليس الله، فهو إله باطل مغلوب. قول يا رشيد يا عبيط، الإسلام ماله؟ لأن محمد استخدم دعوته للحصول على السلطة والمال والجنس. أنا قلت بأن محمد استخدم دعوته للحصول على السلطة والمال والجنس. ماجي خرام بترد عليك يا عبد الإله الجنسي وتقول لك إن مرات لسه ما اتجوزهاش، إن عروسة ربكم هي اللي غلبت الرب بتاعكو بالجنس. الإله بتاعكو لأنه هيجان يا متطاول على الإسلام يا عبد الشيطان يا رشيد العبيط، لأنه هيجان قدرت عروسته، مش مراته لسه عروسته، وقدرت إن هي تغلبه بالجنس. قول يا زكريا بطرس كده، الشذوذ الجنسي في الإسلام اللي هو الولدان المخلدون. طبعا ماجي خرام بترد على زكريا بطرس الشاذ وتقول له مش الإسلام اللي فيه شذوذ جنسي، بل إن الرب بتاعكم عروسته غلبته بالشذوذ الجنسي بعينيها، بس قدرت تخليه يشذ على نفسه وغلبته وخدته سوبليكس. مين اللي بيرد؟ اديها اديله يا ماجي، شطيهم يا ماجي. انت العين الداخليه هون، العينين صاروا للرب، ما بقى شافت امور خارجيه ابدا. شعرك كقطيع المعز الرابط في جلعاد، رجع كرر لصفات نفسه اللي شافها فيها الرب عندهم عمال بيتغزل في شعر عروسته. شعرك حلو يا وليه، احسن من السلك والطعميه. قبل كرر لصفات نفسه اللي شافها في العينين صاروا للرب، ما بقى شافت امور خارجيه ابدا. شعرك كقطيع المعز الرابط في جلعاد، رجع كرر لصفات نفسه اللي شافها فيها قبل. الساتة موجودين عندها تماما. أيوة. هذا الساتة مشبعة بالتعاليم. أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغزل، هي أيضا الجزائز هن النعاج. رجع كرر نفس التشبيه، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عقيم. أيوة. كفلقة رمانة خدك تحت نقابك. يا عيني يا عيني على الصبر، يا عيني عليه. مرات عروسة الرب، عروسة الرب بتاع الرب بتاعهم بيعكس مراته، فبيقول لها ايه؟ خدك فلقة رمانة من تحت نقابك. في اخ برضه بيقول لك ما تنساش القوة، عارف القوة؟ احمد الاسوان بيقول لك ما تنساش القوة فانت احشاء. القوة دي اللي هي الفتحة يا فندم، الفتحة. ها الفتحة، هلا الخضر، الفتحة، ما تنساش الفتحة. عارف الفتحة؟ الرب والله ده الرب عندهم بيكلم عروسته بيقول لها الفتحة بتاعتك. استغفر الله العظيم، استغفر. دي ألفاظ، بس دي ألفاظ. هنا بقى بيغزل عروسته بيقول لها ايه؟ خدك عامل زي الرمان كده من تحت النقاب بتاعك. في كلام الرب ده، كلام رب. يا 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 ماجي خرام، قولي لرشيد عبد الجنسي، عبد الإله الجنسي،
قولي لزكريا بزرط عبد الإله الشاذ الشذوذ والجنس في الإله الذي يتغزل في عروسته وعشقته في كتاب المفروض كلام الرب. جبتوا لنفسكم الضرب. ما انت لو كنت خليت في نفسك خليتك في نفسك يا رشيد. بعض الناس ممكن يقول لي يا عم احنا مالنا. صح احنا مالنا يا عم، انت مالك بيهم؟ كلامك صحيح، انا مالي بيهم يا عم، تخلينا في ديننا. برافو عليك، لا بالقلم كمان، برافو عليك يا عم. بص واحد تاني كمان يقول لي ما تعلمنا يا عم القرآن. احسنت، كلامك رائع يا عم، ملناش دعوه بحد. برافو. لكم دينكم وليا دين، كلامك صحيح. لو كانوا خلوهم في نفسهم وخلوهم في معتقدهم الجنس الشاذ الذي يهيج الشباب والشابات لارتكاب الفجر والفجور والفاحشة والشذوذ والدعارة والجنس، والله وبالله وتالله ما كنت مسحت بيهم ولا بمعتقدهم الأرض والله. لكنهم إذ أنهم تطولوا على الإسلام فليتحملوا عبيد الظلام. مش تطولوا على الإسلام، يسمع الرد اللي يوجع ويمرمغ بكرامة أنوفهم ومعتقدهم الأرض من لسانهم هم. هو أنا برد عليهم من عندي يا جماعة؟ أنا والله العظيم زكريا بطرس بيشتم النبي شتيمة صراحة مش موجودة في الكتاب، ويشتم، ورشيد نفس النظام يشتم الإسلام صراحا مش موجودة في الإسلام ويشتم، وماجي خرام على فكرة ليها شتائم كتيرة في الإسلام تشتم الإسلام صراحا مش موجود في الإسلام ويشتم. أنا مين قال لك إن أنا بشتم؟ أنا ما بشتمش، أنا بأظهر لكم أنتوا تسمعوا بودانكم هم بيقولوا إيه على ربهم. هذا الإله الجنسي من الكتاب، الإله اللي عمال بيتغزل في عروسة بالكتاب وخدودك وشفايفك ومعرف وخر الخر بتغذي في الخر، ده إله لا مؤاخذة ولا استغفر الله العظيم. جبتوا لنفسكم الضرب والبهدلة والإهانة بسبب تطاولكم على الإسلام. قول يا طهرة يا بنت المرشوم، طرحناها من قبل، هن 60 ملكة و80 سرية وعذارى بلا عدد. هون أيوة. تشوفوا انتوا في الاسلام في عندهم فكر عن الحوريات اللي بالجنه والعذارى. الاسلام ماله يا طهره؟ قولي يا طهره. عدد هون بتشوفوا انتوا في الاسلام في عندهم فكر عن الحوريات اللي بالجنه والعذارى، تخيلوها بمعنى مادي ملموس. يعني دائما انتوا لما بتدوروا على امور بتلاقوا الأديان كلها استقت تعاليمها وإيمانا من الكتاب المقدس، ولكن بس مو الكل فهموه لأنه مو بس استني بس استنى. أولا في الإسلام طلع يعني في الإسلام في عذارة وفي حريات في الجنة، اتضح إن برضو في عذارة وفي حريات في الكتاب المقدس، خد بالك. ها بس في الإسلام بيفهموا غلط ليه؟ عشان ما فهمش روح قدس، اي لازم يركبنا العفريت الذي، وبرضه الروح القدس ده يا جماعه الخير مش جبريل عليه الصلاه والسلام كما عندنا، او عليه السلام كما عندنا في الاسلام. جبريل عليه السلام عندنا في الاسلام ملاك، انما عندهم هم الروح القدس عندهم ده اله، هو جزء من الثلاث الهه، لان الاله عندهم اب اب روح قدس. الروح القدس ده عندهم اله لازم يلبس الواحد عشان الواحد يفهم. يعني واحد زي حالاتي كده مش هيقدر يفهم الكتاب المقدس ولا يفهم نشيد الإنشاد إلا إذا لبسه الروح القدس. مش عارف أنا صراحة هنجيب منين روح قدس، رجب من الروح قدس. ناخد كده جزء ستيب باي ستيب عشان تعرف ترد على السؤال ده إزاي. يعني دائما انتوا لما بتدوروا على أمور عن الحوريات العذارة بلا عدد، هون بتشوفوا انتوا في الاسلام في عندهم فكر عن الحوريات اللي بالجنه والعذارى، تخيلوها بمعنى مادي ملموس. يعني دائما انتوا لما بتدوروا على امور بتلاقوا الاديان كلها استقت تعاليمها وايمانا من الكتاب المقدس. فشرطي والله العظيم، لا استنوا بقى، بيقول لك ان الاديان كلها، لا ان الدين عند الله الاسلام، بس الاديان كلها استقت تعاليمها من الكتاب المقدس. يعني عايزة تقولي ان الاسلام استقى تعاليمه من الكتاب المقدس،
والله العظيم انت كدابه، والله العظيم انت كدابه، انت جايبه، انت بتقولي ايه يا ماجي؟ ومن قال ان الاسلام استقى تعاليمه اصلا من كتابك المقدس؟ كتابك المقدس لا يرقى لان يستقى منه تعاليم. انا عايز اعرف بس بالله عليكم تعاليم ايه؟ طلعوا لي. لو حد جالك السؤال ده بينطرح كتير قوي على الساحه، يقول لك الاسلام متاخد من الكتاب المقدس، مقدس ايه يالا اللي اتاخد منه الاسلام؟ طب طلع لي يلا من الاسلام. انت بص، انا انت طرحت شبهه، لازم تبقى عندك الردود على الالزامات بهذه الشبهه. الزاما من هذه الشبهه التي طرحتها ان ترد على الاتي: واحد، طلع لي من الكتاب المقدس حزقيال 16 اللي بيقول وفرجت رجليك، فتحت رجليك لكل عابر، وعملت بيعلم البنت تعمل، بيعلم النسوان تمارس العادة السرية. طلع لي من كتاب من القرآن حزقيال 16، طلع لي من القرآن حزقيال 23 اللي بيقول وهناك دغدغت ثديهما وتزغزغت ترائب عذرتهما، وتزغزغت ترائب عذرتهما. طلع لي من الإسلام. يلا انتوا طالما كده، طلع لي من الاسلام نشيد الانشاد من اوله لاخره، وخصوصا سبعه، خصوصا سبعه، اصحاح سبعه، طلع من الاسلام. ما هو زي لو انا جيت قلت لك مثلا نعتبر ان انا قلت كلمه اللي هي انتوا يا مسيحيين ايوه خدتوا نصوص من كتابكم، خدتوا نصوص اسلاميه وفسرتوا بها كتابكم. المفروض الشخص اللي انا بطرح عليه الكلام ده يقول لي ايه؟ فين الدليل؟ فين الدليل يا محمد يا نصيف ان احنا خدنا، او اضرب لكم مثال صغير في قول الله عز وجل لما قال الرب سبحانه عن المسيح صلى الله عليه وسلم: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. حلو، بيجي المسيح مباشره بيقول لك إيه؟ فين احمد في كتابنا؟ طلع لي احمد في كتابنا، طلع لي ذكرى احمد في كتابنا المقدس. بيحصل ولا لا؟ هل الكلام بتاعهم غلط؟ لا، الكلام بتاعهم صح، برافو عليكم، الاستدلال بتاعكم او الالزام لينا صح. ويجي واحد بيقول لي طب ما فين الجواب صحيح وفين ذكرى احمد في كتابهم المقدس؟ انا اقول لك بمنتهى البساطه، اما للرب لما قال يحرفون الكلم من بعد مواضعه ويحرفون الكلم عن مواضعه، وفي قوله عز وجل وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وفي قول الله عز وجل ان يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. امال ايه معنى كل المعنى؟ بمنتهى البساطه انهم ازالوا صفه محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب، عشان كده احنا مؤمنين بتحريفه، لان احنا عندنا في الاسلام ادله واضحه صريحه ان ذكر النبي موجود في كتابكم. رحنا ندور في كتابكم لقينا ذكر النبي ممسوح، اذا ايه اللي حصل؟ اتمحى من كتابكم. يجي واحد يقول لي هو في دليل على التحريف؟ اقول له يا حبيبي الكتاب مليان ادله على كده. في عندك في اظن سفر اشعياء وغيره بيقول لك كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا إنه للكذب، حولها قلم الكتبة الكاذب. قلم الكتبة عمال بيحول في كتاب الرب بتاعكم. وفي نص تاني بيقول لك إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود، قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. فبمنتهى البساطة أنا مش ملزم أصلا بكتابك، هو ذكر لي في الكتاب، والله وجدت، ما وجدتش خلاص، ما يلزمنيش أصلا. هذا الكتاب ما يلزمني، وإلا ما أنت عارف في الإسلام إن قرآني مهيمن على كتابك، يعني الحاكم على كتابك. سفر إرميا 23 26: أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحي، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود. حرفتوا كلام الرب، فأنا مش ملزم أصلا بكتابك، بس استدلالك صح. خد بالك أهو، أنا مش ملزم بكتابك بس استدلالك صح. لما تيجي تقول لي فين ذكر النبي محمد في كتابك، ممكن أطلع لك بقى بعض الصفات، زي يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ ذلك فيقول لا أعرف الكتابة. ده تنبيه في حديث البخاري عندما بداية حديث بدء الوحي،
لما قال في أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، لما قال الجبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ. النبوءة دي متحققة في سفر التثنية، متحققة باللفظ. ويدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة، يدفع الكتاب، يدفع كتاب لمن لا يعرف الكتاب. والنص ده ملعوب فيه عشان ما يوافقش ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن النص أصله يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له اقرأ عشان يوافق حديث البخاري. هم حرفوا فخلوه يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ. هل ينفع يتقال لواحد ما بيعرفش يكتب بس اقرأ؟ لا، المفروض يتقال لواحد ما بيعرفش يقرأ اقرأ. سفر إشعية 29 عدد 12، يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. المفروض يقول لا أعرف القراءة مش لا أعرف الكتابة. وفي التراجم الثانية اتكتب لا أعرف القراءة، لكن هنا حطوا الكتابة عشان يطيروا من حتة والترجمة. عشان كده الترجمة دي بتلعب، ترجمة فان دايك متخصصة لعب في النصوص، تخصص لعب في النصوص. واضح؟ نرجع تاني لموضوعنا، احنا ايه اللي ودانا ده كله؟ ودانا ده كله زي ما بقوله تشعب هيلزمك انت تأسيسا فيما بعد، لان انا نوعا ما بحب التأسيس عن المحاضرات العامة. لو عملنا محاضرة عامة كده وارمي ارمي ارمي ادلة وخلاص، الناس هتمل وتنام. لكن لما يبقى فيه تأسيس وامثلة بالمثال يتضحوا يتضحوا المقال. ركزوا معايا، واللي مش مركز يركز. قول الطهرة، اسمعوا الطهرة بتقول ايه في بقك يا بت. تخيلوها بمعنى الحوريات اللي بالجنة والعذارة تخيلوها بمعنى مادي ملموس. يعني دائما لما بتدوروا على أمور بتلاقوا الأديان كلها استقت تعاليما وإيمانا من الكتاب المقدس. طالما أنتم قلتوا كده، أنت والله العظيم أنا اللي بيقول لي حاجة زي كده، إن الكتاب، إن الإسلام استقى تعاليمه من الكتاب المقدس بفضل رب العالمين، أنا بخليه يندم. بندمه على اليوم اللي قال فيه اللفظة دي. ليه يا محمد يا نصير؟ لاني بهري بهري الزمات. على سبيل المثال، يلا يا جماعة، انا بتحدى جميع من على وجه الارض، كل من على وجه الارض، انهم يطلعوا لي من القرآن هذا الكلام. على سبيل المثال، سفر طلعوا من الكتاب من القرآن سفر حزقيان صح 23، وكان إليه كلام الرب يا ابن آدم كانت امرأتان وزنت بمصر. مصر، أيوة، في صباهما زنت، هناك دغدغت ثديوهما وتزغزغت ترائب عذرتهما. طلعوها من القرآن، طلعوها من القرآن. طيب يقول لك ولم تترك زناها من مصر أم الدنيا، لأنهم عملوا إيه بقى؟ استغفر الله العظيم، عملوا فيها حاجات وحشة في صباها وزغزغوا ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم، قعدوا يسكبوا في زناهم، هم كشفوا عورتها وش عارف ايه استغفر الله العظيم. يا عم ده كلام الرب ولا كلام كيف تغتصب جرتك ولا ايه النظام؟ خد بالك، بولس قالها، قال لك كل الكتاب محابي من الله او صالح للتعليم. خبر الله، كلام ده صالح للتعليم؟ ايوه صالح للتعليم. كلام اللي فات ده يا جماعه صالح للتعليم، بيعلمك ازاي، بيعلمك. خليك كده انت خليك اوبن ميند، اوبن ميند يا هلا، خليك اوبن ميند. عشان كده انا قلت الدياثة اللي جايه في اوروبا جت منين؟ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس إصحاح 3 عدد 16 بيقول لك كل الكتاب موحى به من الله. اللي فات ده والقصة اللي فاتت دي كده موحى به من الله ونفع للتعليم. يا معلم، نفع للتعليم، تتعلم إزاي تعمل حرنكش، تعمل كده إيه، تعمل نوع من أنواع الاستكانيوس، تبقى كده في عندك نوع من أنواع مش عايز أقول بس يبقى عندك نوع من أنواع عندما فلما خلاص فهمتوا انتوا كده. فين القلم؟ الناس اللي ما بتعملش مشاركه في
في المجموعات، اعملوا مشاركة في المجموعات، اعملوا مشاركة في المجموعات يا حلوين ويا حلوات ويا شابين ويا شابات. قولي يا طهرة يا بنت الطهرين والطهرات والراهبين والراهبات يا ماجي خرام بتاعت الحركات. ولكن مو الكل فهموه، لأنه مو الكل عليهم الروح القدس. أيوة لازم تركبنا مرة تانية. فستون هي شو معنى ستون ملكة؟ لازم تركبنا الروح القدس عشان نقدر نفهم هذا الكلام الطاهر اللي مليان طهرارة تؤثر في الشعورة. قول يا طهرة قول. برجع بكرر اللي قلته أول شيء، ستون هو هذا الرقم الأرضي عدد الحياة، فعم يعدل شو فيه، وعذارة بلا عدد اللي ترهبنوا لإله ونذروا حياتهم لإله. كل دول لكن كل بص العذارة اللي بلا عدد، والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله العظيم، وهي اعترفت بكده، العذارة اللي بلا عدد كلهم عرايس الرب بتاعهم، عرايس، هي لسه مش مراته، مخطوبات لربهم، فالرب عندهم صحته كده حلوة وعمال يخطب بقى، يخطب وراهبة اللي تترهب دي يعني بقت عروسة الرب بتاعه، تروح ايه عروسته، واضح؟ ودي اللي اتقال عليها في اول السفر، يقبلني بقبلات فمي واطلعوا فوق السرير. ايوه ما تستعجبش، فيه في النص وسريرنا اخضر، وسريرنا اخضر ده دليل على ان القوة شديدة وزي اشارة مفتوحة. في كلمة حلوة جاية كده فيها افيه، افيه حلو. محمد فتحي بيقول لك انه كتاب صالح، استنى كده، ايوه كتاب صالح وهيفضل طول عمره ايوه البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، ويا ام المطهر رش الملح 9 مرات. خلي بالك من الكلمه اللي هتقولها، في وعذارى بلا عدد اللي ترهبنوا لإله ونذروا حياتهم لإله. أيوة. ولكن واحده هي حمامتي، ايه واحدة هي ايه اللي ترهبنوا لإله ونذروا حياتهم لإله، ولكن واحدة هي حمامتي. طبعا دي مش المرة الأولى اللي تعرفوا ان الرب بتاعهم ليه حمامة. يا قلبي الله هيجلطونا الناس دي، الناس دي هتجلطنا. بيفكروني بالمثل اللي بيقول لك ان لم تستطيعوا ان تهزموا المسلمين بذكائكم فاجلطوهم بغبائكم. ماجي خرام بتقول لك ان الرب بتاع زكريا بطرس الرب بتاع رشيد، على فكره هي دي بيبقى اثر الخشوع، ببقى خشعت بس شويه، لا مؤاخذه الكلام اثر على نخشيشي فبيخليني اخشع. الرب بتاع رشيد، الرب بتاع زكريا بطرس، الرب بتاع ماجي خرام لحمامة. لحمامة لحمامة مش عارف وختنوه، والله العظيم ختنوه. وبحلف والله العظيم اقسم بالله يا رب ماجي خرام اتختن، وانتوا عارفين يعني ايه اتختن، الناس يدوروا يعني ايه اتختن. اللي ترهبنوا لإله ونذروا حياتهم لإله، ولكن واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي. فهون أعطاها كامل العشق اللي كأنه الله خلقه وكسر القالب، مثل ما بنقول نحن الإله خلقه وكسر الحمامة بتاعته العامية، فشافة لحالة ما بتشبه حدا، لا بتشبه اللي عم يخدموه التانين، وتماما هي الطريقة اللي بتعامل فيها ربنا مع كل واحد مننا، مع كل نفس مننا، ما حدا بيشبه التاني عنده، كل مين إله. رأتها البنات فطوبنها، هون المرحلة بتبلش تطويب هاي النفس. أيوة. سواء من المؤمنين الحقيقيين اللي على الأرض، سواء من اللي سبقوها. نعم. العريس العريس ده مين؟ العريس ده الرب بتاعهم، الرب بتاعهم هو العريس. قولي عريس. نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقعل الكرم هل نور الرمان، فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. الرب بتاعهم بيقول لك كده، الرب بتاعهم، هي عملت كده ليه؟ مش هتحول ولا هتقلع ولا ايه؟ الرب بتاعهم بيقول. وعلى فكرة بمناسبة هتقلع ولا ايه، انت تعرف البث بتاع البنت دي، البنت دي قللت الادب على الاسلام، وبتشتم في بثات ليها تانية كتير بتشتم الاسلام، بس ده مش زي ما بيقولوا مش موضع الشاهد ان انا اجيب شتمتها الاسلام يعني، بس البث ده عندها يعني بيبقى كده رجالة ليه جايين يشوفوا يا جدع، فين النص اللي بيقول بين ثديي يا بيت، ايه بين ثديي يا بيت؟
أنت ما تعرفش يا طاهر، أنت يا طاهر ما تعرفش، وأنت يا طهرة يا مطهررة ما تعرفش إن في الكتاب المقدس بيقول إن عروسة الرب عندهم بتقول للرب عندهم بين ثدي يبيت؟ أيوة أهو يا فندم، أنتوا أصلا مساكين ومساكينات. سفر نشيد الإنشاد إصحاح 1 عدد 13، سرة المر حبيبي، حبيبها اللي هو الرب بتاعهم، حبيبي ليه؟ بين ثدي يبيت، بين ده مؤاخذة بتوعها بيبيت يا فندم. والناس اللي متابعة البثات اللي عندي، كان عندي خادمة كنيسة كبيرة ومرنمة في أمريكا، لما جبت لها النص ده وقلت لها بين ثديك يبيت، مين اللي بين ثديك بيبيت؟ قالت لي الله، باللفظ. معرفش أنا الإله بيبات بين ثديها ليه يعني، ما يبات في أي حتة تانية، الإله بتاعهم معرفش بيبات، مش لاقي فندق مثلا، ولا هو مش، لا مؤاخذة مش لاقي فندق ولا أي نظام. اللي عايز يسمع المناظرة دي أو الحوار ده يدخل على القناة أو على فيديوهات الصفحة. فالشباب بقى بيبقوا كده، الرجالة كده جايين يفلقحوا عنيهم عشان يشوفوا بيبات فين. والبنت بتطلع عريانة يا فندم، بنت بتطلع عريانة وتقعد تشتم في الإسلام. وللأسف يعني للأسف، هذا أنا أراه من الدياثة، أنا أراه من الدياثة وعدم الغيرة على الإسلام، إنك تبص تلاقي المسلمين قاعدين كده ورافعين لمؤاخذة قرون وقاعدين سايبينها بتشتم في الإسلام. طب قاعد تعمل إيه؟ اعمل زي العبد الفقير لعفو ربي، اعمل بفضل رب العالمين. ما حضرتش للبنت دي غير بث واحد بس، وبعت لها المايك ما قبلتوش، من ساعتها ما بقتش اروح لها ابدا ابدا. تروح لهم هتسمع منهم اساءه وقله ادب وانت بتدعم بثهم، فاهمين الفكره؟ فاعمل لك قناه وصفحه واطلع اطحن فيها البت وربها والمساطيل زكريا بطرس ورشيد العبيط، عندك انت في قناتك وصفحتك انت، يأتوك كالخراف الضالة يقول لك ابليس تعال نرد عليك، فاهمني؟ قولي يا طهرة يا بنت الرهبان. فأيضا هون الرب اجى مرة تاني، كل مرة بيجي بيقول له اكتمل الكرم الرب، يعني اللي فد الرب، لم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. فأيضا هون الرب إجا مرة تاني، كل مرة بيجي بيقول لها اكتمل الكرم، حان الموعد، صار وقت القطف، هي نفس الداخل ربنا لتعيش تأم الحياة معه. فلهون الرب كمان رد نزل على هالجنة، عايز ياخد عروسته يطلعها معه فوق يشوف. فالأصدقاء شو بيقولوا له هون؟ بيقولوا له ارجعي يا شلمايث، او بالعربي شلميث او شلمايت، ارجعي فننظر، ارجعي غلبت اشتكي، عم انت هتغني اليك. فهون بلشت هالنفس شلمايث اللي هي عروس المسيح، هي العروس الكامل. شفتوا انا من او سايبها عشان بعض الناس عمال يقول لي يا عم فين ان هي عروسة ربهم، فين ان هي خطيبة ربهم، فين ان هي مش عارف ايه. المسيح يا جماعة، احنا قلنا ان المسيح عندهم ده ليس مسيح الاسلام قط، ليس عيسى صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه الصلاة والسلام من كل هذا الكتاب براء، المسيح براء من كل الكلام ده، بس هم ادعوا ان المسيح عندهم رب. خلاص المسيح عندهم رب، اللي اسمه بول في واحد اسمه بول بيقول لك ألف لام ميم صاد، عايز يجمعهم. يا فندم اللفظ العام اللي انت تقصده الرب بتاعكم في حمامته. مرات الرب بتاعكم عملته في حمامة الرب بتاعكم. انت على فكرة انت فاهمني، يا بول انت فاهمني، انت اظن فاهمني. عروسة الرب بتاعكم عملت في الرب بتاعكم المعنى العامي اللي انت تقصده من ألف لام ميم صاد. النقطة التانية، أنا هنا بتاع نصوص كتابكم، عندك الجراءة أنت أو أتخن من عندكم، أو أبوك زكريا بزرط الكذاب، أو أبوك رشيد الكذاب، أو أمك ماجي خرام بنت الراهبات، قول لها روحي لمحمد نصيف رتبي معاه مناظرة. واضح انت عندك القدرة تعف الخصر ترتب مناظرة للرد على ما في كتابك. ما عندك شيء وما عجبك شيء العب في حواجبك شيء.
العب بعيد. فهون لشدها النفس شو لميت اللي هي عروس المسيح. هي العروس الكاملة بقى. عروس الايه؟ شدها النفس شو لميت اللي هي عروس المسيح. هي العروس الكاملة بقى. فهي عم يقولوا لها ارجعي لأنه بلشت. ليه عروس المسيح؟ لأن المسيح عندهم هو الرب. فالمسيح هو الرب عندهم. وشو اللمايف اللي هي اللي فات كل النصوص دي فيها هي عروسته. فهمتوا الفكرة؟ واحنا زي ما قلنا كده كلامنا يا جماعة الخير عشان ما يطلعليش بعض الجهل يقعد يقول لا لا شعب انت بتشتم عيسى انت بتشتم عيسى. لا يا عم مين اللي قال لك كده؟ انت اهدى بس كده، اهدى كده. انا ما بقولش عن عيسى اله عليه الصلاة والسلام، ولا اؤمن ان اصلا هذا الكلام في عيسى. هذا الكلام كذبوا على، جابوا شخصية افتروها وقالوا ان هي الكلام عليها. فانا مش كلامي عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فاهم الفكرة؟ فاهدى كده، اهدى كده ورتب ورقك كده. زي ما اتهموا نبي الله داود انه اغتصب مرات امير جيشه، اتهموه بكده. هل لما انا اقول لهم يا من تعتقدون بنبوة رجل اعتقدتم انه زنى بامرأة امير جيشه وقتله، تيجي بقى تقول انت بتشتم نبي الله داود؟ يا ابني هم اللي شتموه، اهدى اهدى وافهم يا تسكت. شيء مالكش فيه ما تقعدش تفتي فيه وتقعد تهري فيه، مش كده ولا ايه يا متعلمين يا بتوع المجانس؟ كيف ننظر اليك؟ فهون لشدها النفس شو لميت اللي هي عروس المسيح. هي العروس الكامله بقى. فهي عم يقولوا لها ارجعي لانه بلشت تنفصل عنهم، بلشت ما بدها حياة الأرض كلها باللي فيها، بدأت بدها تنفصل شوي شوي، هنا متمسكين فيها، رجع وين بدها تروح؟ فهون العريس بالإصحاح السابع بيقول لهم بالمرحلة السابعة، خلنا ننتقل سوا لنشوف عنوانها شو اللميث أو شو اللميث، أو هي إعطاء النفس المجد الكامل والالتصاق بالرب الإله. فبيقولوا له والإيه؟ والالتصاق بالرب الإله. اللفظة دي غلط. عارف لفظة الالتصاق وردت في الكتاب المقدس على إيه؟ على الجماع. مش مصدقني؟ ها لا، ما انا عايزك ما تصدقنيش لان انا هجيب لك من الكتاب. اه يلتصق بامرأته. اه كل كلمة مع العبد الفقير لعفو ربي محمد مصيف دوت كوم لازم اجيب عليها، لازم. عارف لو اي كلمة قلتها لك وما جبتش عليها دليل انا سامح لك، أنا أسمح لك تمسك لي القلم. خطير، امسك لي القلم. القلم ده أصلي علامة مميزة فيها نوع من أنواع الشهرارة. آدي في كل كلمة أقولها لازم تقول لي فين دليلك. حقك حقك، إحنا مش عميان، ما ينفعش نبقى عميان. شوف يا فندم، كلمة التصاق دي وردت في كتابهم بالجماعة. ادي سفر التكوين اصحاح 2 عدد 4 بالجماع والزواج. لذلك يترك الرجل اباه وامه وايه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا. بص بقى لا مؤاخذه في الكلمه، يعني عادي لا حياء في العلم، صح؟ الدين كله حياء، ما ينفعش نقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء لكن لا حياء في العلم. بص كده لا مؤاخذه في الكلمه، امتى الراجل مع زوجته بيلتصقوا بيبقوا جسد واحد؟ اه امتى؟ على السرير. النص بتاعه سرنا اخضر، صح ولا انا غلطان؟ بكل علم وحل وحل وحلحله اهو، وكل حلوله بحاجه حلوه، يعني بكل حاجه حلوه، انه بيلتصق بمراته وبيبقى جسد واحد لما يكون على السرير. استغفر الله العظيم. او ليه استغفر الله العظيم؟ مش مراته حلاله بلاله؟ مش حلاله بلاله؟ ايوه. ما هو ينفع بقى عندهم ان انت تروح تلتصق بالرب بتاعهم، يعني المؤمن بهذا، يعني ما اجي خرمت تلاقيها التصقت بربها كتير لانها خبره، يعني تلاقيها ليل نهار يا عيني يا ليلي، ليل نهار يا عيني الرب بتاعها ماسكها عمال التصاق. خلصنا التصاق تاني، التصاق تاني، يعني بص التصاق صبح وظهر وعصر وكل في كل وقت عماله بيلتصقوا ببعض بقى. يا عم طلعونا من التفعيص ده بقى يا عم، استغفر الله العظيم. وسط اخلاقنا الله يخرب بيت الكفر. قولي كده يا ماجي يا بنت ماجي لنشوف عنوانها شو اللي معي. ف
فهون العريس بالإصحاح السابع بيقول لهم العريس ده الرب بتاعه بالمرحلة السابعة. خلينا ننتقل سوا لنشوف عنوانها شلاميث أو شلاميث أو هي إعطاء النفس المجد الكامل. أيوة. والالتصاق بالرب الإله. فبيقول الالتصاق بالرب الإله، جبت لكم بالنص إن الالتصاق معناه لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، إحنا بنتكلم وعشان إحنا بنتعلم. الالتصاق على السرير الأخضر، صح ولا أنا غلطان؟ صح. طيب أنا عايزك بقى، بص بقى، ماجي خرام بترد على مين؟ بترد على زكريا بطرس، وبترد على رشيد الشاذ، بص بترد على رشيد أبو حمامة الشاذ والجنسي، وبترد عبد الإله الجنسي، وبترد على زكريا بطرس الشاذ، عبد الإله الشاذ الهايج اللي عايز يلتصق. بتقول لهم كده، يا خيبتكم يا خيبة الخيبة، ده الرب بتاعكم بيلتصق بعروسته اللي هي مش مراته لسه، فإحنا اللي ديننا شاذ. بتقول عليهم هم اللي دين، أنت يا زكريا بطرس اللي دينك شاذ، وأنت يا رشيد حمامي اللي دينك جنسي ودينك شاذ. قول كده حمامي. أنا قلت بأن محمد استخدم دعوته للحصول على السلطة والمال والجنس. جاتك خيبة فيك وفي اللي ربوك. أنا قلت بأن محمد استخدم دعوته للحصول على السلطة والمال والجنس. الجنس ده لعند ربك اللي طلع يغتصب البت، اللي طلع يغتصب البنية ويلتصق فيها على رأي ماجي خرام. ماجي خرام بتقصف جبهتكم بهذا المعتقد الإباحي المحرض على الاستغفر الله العظيم. خدوا بالكم احنا كل الكلام ده يا جماعه قلنا لسه ما اتجوزهاش، كل الحاجات دي ما اتجوزهاش لسه دي عروسه ربهم مش مراته لسه. خد بقى عروسه دي زي خطيبته لسه ما دخلوش وعمال يعمل الحاجات دي، استغفر الله العظيم. تعال نشوف الشاذ زكريا بطرس. الشذوذ الجنسي في الاسلام اللي هو الولدان المخلدون. ايوه يا فندم، الشذوذ الجنسي في ربك الذي اخذ البنيه اللي لسه صغيره وطلع يلتصق بيها، طلع يلزق فيها وهم لسه ما اتجوزوش. مش عيب، مش عيب يا زكريا بطرس تبقى شايب وعايب ومليان عجايب وفي كل حتة فيها غايب ونايب وحالتك وربك بالبلة وتهاجم الإسلام يا عبيد الشيطان المذلول في كل مكان، المقتول من الرومان، المسحول يا المسحول يا واد يا اسمك ايه؟ مش عارف اجيب لها كوبليه. عطاء النفس المجد الكامل والالتصاق بالرب الاله. ايوه اقعدوا الزقوا انتوا في الرب بتاعكم، مالكوش دعوه بالاسلام. ما تقعدوا انتوا عارفين، والله العظيم والله وبالله وتالله لو كان زكريا بطرس وماجي خرام ورشيد العبيط والواد وحيد القرن ده والعالم الفشلة اللي طالعين يعملوا قنوات مفتوحة 24 ساعة لسب الإسلام، والله لو كانوا خلوهم في ربهم الهايج اللي عمال يلتصق بالنسوان ويلتصق بعرايسه والكلام ده كله، والله ما كنت جيت جنبهم لو كانوا خلوا نفسهم في دينهم. والله عليكم السلام، حيا الله الذهبي، والله ما كنت جيت جنبهم. لكنهم إذ أنهم، يا جماعة أنا مش عارف الناس دي بتفكر إزاي على هذه العقيدة العمياء الهيجاء الهيفاء وهبي الهيفاء المحرضة على الشذوذ والجنس والدعارة والفجر وا 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 وسرنا أخضر واللزق في نسوان مش مراتك والالتصاق القبيح الجنس المحرض على الشذوذ والدعارة وعلى قلة وعلى عدم الطهارة في هذا المعتقد وتركين هذا المعتقد الأعمى الأحمق المليء بالزنا وبتهاجموا الإسلام، وبتهاجموا الإسلام. ما هو العيب إن خرج من أهل، أنتوا أهل عيب يا ماجي خرام، أنتوا أهل دين عيب، الدين نفسه عيب يا زكريا بزرط، أنتوا دينكوا عيب يا رشيد العبيط، انتوا دينكم مليان بلاوي وعار، والله عار يا عار على البشرية. تعبدون ربا قاعد عمال بيقفش في الولية، يا عار على البشرية. تعبدون إلها حيحان، يا عار على البشرية. تعبدون إله بيدور على النسوان، يا عار على البشرية. تعبدون إله عمال بيبوس
يعار على البشرية. وليه حمامة؟ تعبدون ربا له حمامة يعار على البشرية. خرب بيت الكفرة. فهمتم يا جماعة الخير؟ فلو كانوا خلوهم في والله وبالله أنا مالي يا عم، أنا كان مالي يا عم، مش قلت لكم قبل كده كان زماني بلعب ببجي خلاص، ولا كان زماني بلعب بيس، بيس يا مان، بلعب بيس اللي هي الكورة، فيفا بلعب فيفا، أحب ألعب كورة، كان زماني بلعب أتاري دلوقتي ولا كورة ولا أي حاجة، أي حاجة، ولا كان زماني مش يمكن لولا هجومهم على الإسلام أصلا ما كانش طلع محمد نصيف أساسا، كان زمان كان ممكن والله العظيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتني دوما والله العظيم. أنت عارفين يا إخوة أنا بدعو قبل كل بث بقول اللهم اجعل الحق على لساني، اللهم اجعل لساني هذا سيفا ماحقا للمعتقد الوثني ولمعتقدات الظلام الوثنية يمحقها محق. والله بدعو كده بقول يا رب اجعل الحق على لساني واستعملني كسيف على العقائد الوثنية التي تحارب الإسلام. وسبحان الله والله العظيم يا إخوة بلاقي نفسي في البث كده عمال بتجيلي فتوحات معينة كده خلاص يا كده والله وبالله وتالله، بيبقى نوع من أنواع التأييد. في عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده أنا بحبه جدا، بحبه جدا جدا جدا، بيقول لك فيه كان في احد الكفار، الكفار كانوا بيشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم وبيصفوه بما ليس فيه، بيصفوه بالفاظ قبيحه وباوصاف قبيحه. فالنبي قال لحسان بن ثابت، حسان بن ثابت اهجهم وروح القدس يؤيدك. لا تقول لي لا ايه ده انت مش لسه كنت بتقول روح القدس دي اللي هي الاله الثالث؟ لا يا حبيبي افهم، انا هقعد اعيد وازيد يا جماعه الخير. احنا قلنا في فرق بين روح القدس والروح القدس، الروح بالالف واللام الروح القدس، وفي فرق بين روح القدس روح مش الف ولام. أما الروح القدس فهو الإله الثالث عند النصارى، ملناش علاقة بيه ولا جبريل له علاقة بيه، لكن روح القدس اللي موجودة في الإسلام هو جبريل صلى الله عليه وسلم، هو جبريل عليه السلام. فاهمين الفكرة؟ ففي فرق بين روح القدس عندنا والروح القدس عنده، دي النقطة رقم واحد. النقطة اثنين، قال له أما للروح القدس، الروح القدس روح القدس اللي في الإسلام بيأيده، ده بيأيده إزاي؟ أقول لك لحظة، أنا أعرفك بأيده إزاي. جبريل عليه السلام يقف ويؤيد وينصر من نافح عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ تعال نشوف كده في الإمام مسند الإمام أحمد، روى الإمام أحمد في مسنده، الناس اللي عايزة تعرف الكلام ده اكتبوا على جوجل بس كده الروح القدس، خلاص روح القدس، روح القدس يؤيدك اسلام ويب، هيجيب لك الصفحه اللي انا عليها حالا. بيقول لك روى الامام احمد في مسنده والبخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لحسان بن ثابت، وحسان بن ثابت ده كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الشاعر بتاع النبي، قال اهجهم. بعض الناس شايفني شديد، انا هقول لك ان انت تعرف ان انا كده بهجوهم وبنفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول ايه ده يعني النبي اللي امر، ايوه واللي عاجبه عاجبه هو ده الاسلام اللي انا اعتقد به، اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه يشرب من الترعه ويدور على ترعه فيها بالهارسيه شديده شويه عشان يشرب منها كده ويرتوي، هذا هو اسلامي، هذا هو معتقدي، اللي مش عاجبه يهرش في حواجبه، واعتقادا مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لحسان بن ثابت اهجهم، عارف يعني اهجهم؟ اهجهم يعني اذكر مساوئ دينهم، الدليل يا محمد هنية، اهجهم او هاجهم اذكر معايب باطل معتقداتهم ووثنياتهم وجبريل معك، اني ممن افخر باني اريد جبريل معي، اللهم ايدني
بروح القدس. اللهم أيدني بعبدك جبريل يا رب العالمين. أهجهم أو هاجهم وروح القدس وجبريل معك. في رواية النساء وأحمد وروح القدس معك، وفي ابن حبان وغيره إن روح القدس، إن روح القدس معك ما هاجيتهم. وفي مسلم وأبي داود عن عائشة قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. قال طب يعني إيه بقى أهجهم المعذرة؟ يعني إيه اللفظة بتاعت هاجهم وهجهم؟ اكتبوا أنتوا على جوجل ما معنى أو تفسير أهجهم وروح القدس معك، هتلاقي أهجهم دي أي أذكر مساوئ معتقداتهم. يعني أقول لهم يا عبيد الحجارة، يا من تركتم زي بقى ما بعمل كده، يا من تركتم القوي العظيم وعبدتم الحجارة المهي أو عبدتم الحجارات المهانة، يا من تركتم الرحمن وعبدتم الإنسان، يا من تركتم الرؤوف وعبدتم الخروف، يا من تركتم الودود وعبدتم من قتله اليهود، يا من تركتم الغفور وعبدتم المقبور، يا من تركتم المسؤول وعبدتم المقتول، يا من تركتم الرحمن وعبدتم المهان، يا من تركتم المنان وعبدتم المقتول من الرومان كده مثلا، يا من تركتم المحبوب وعبدتم المصلوب كده. واخد بالك؟ ما تقوليش اهي الافهات دي. انا والله العظيم والله وبالله وتالله انا حاسس ان التراكيب اللي انا بقولها احيانا دي بتبقى من تأييد الروح القدس، من تأييد روح القدس لي انا بأشعر بذلك. واضح؟ طيب تفسير اهجهم، تفسير شرح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آدي شرح كلمة أهجهم من معاجم اللغة، وأظن في شرح لها آخر أيضا من عند الإمام أظن ابن حجر. تفضل يا اخوان. ادي اهجهم في تفسير المعاني. هجا فعل، هجا يهجو الى اخره، هجا الشاعر فلانا اي ذمه وعدد معايبه. تمام. عايز اجيب لك كمان شرح، اظن ده شرح البخاري لابن رجب، ابن رجب ولا ابن حجر، هنشوف حاله. ابن رجب العسقلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عمتا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عمتا يا اخوان عشان انا بدور على على شرح هاجهم. شوفوا انا جبت لكم عاجم اللغه، بس عامه دوروا انتوا شوفوا شرح النص لابن حجر وغيره هتلاقوا الكلام اللي قلت لكم عليه الان. شرح اهجهم ابن حجر اللي قال اللفظه اهجهم اي اذكر مساوئ معتقداته. المهم فلو كانوا والله وبالله وتالله لو كانوا خلوهم في معتقدهم ولا هجموا الإسلام ولا
سبوا الإسلام. ما كنت أظهرت مساوئ معتقداتهم. العجيب يا مؤمن إني أنا ما بذكرش مساوئ معتقداتهم، لا، وأنا عايزك أنت تستعمل الأمر ده. أنا بخليهم هم يقولوا عقيدتهم إيه للناس، ثم أقول لكم إن المهم عندي أنتوا المسلمين، أنت المسلم المهم عندي، غير المسلم بالنسبة لي أنا ماليش دعوة بحد، أنا بتكلم عن نفسي أنا. غير المسلم أو المهاجم للإسلام طز ولا يلزمني بشيء. المهاجم للإسلام بالنسبة لي أنا طز ولا أعتني بيه بأي شيء. أمال أنا المهم عندي مين؟ المهم عندي المسلمين، المهم عندي إظهار وإبيان الحق للمسلمين بس. وشرط كمان، مش كل المسلمين، لا، المسلمين اللي عايزين بضاعتي، اللي مش عايز بضاعتي هو حر. أنا راجل عندي بضاعة، أنا بعتبر نفسي كده عندي بضاعة، في عندي بضاعة، بضاعتي 1 2 3، برد على أعداء الإسلام مما يعتقدوهم بلسانهم هم. اللي عايز بضاعتي أهلا وسهلا بيه، تفضل تفضل خد اللي انت عايزه، اشتري من غير فلوس. لذلك أنا بقول للناس على الفيسبوك أو على اليوتيوب، يا جماعة اللي عايز ياخد أي فيديو من قناة يوتيوب ياخد وينشر عنده، أو عايزون أن أنا هبلغ عليه، لا والله ان انا بلغ ادارة اليوتيوب يعني انه سارق حقوقي او سارق فيديو، لا والله، خد اللي انت عايزه من القناة. لو هتاخد القناة كلها تحطها عندك، كل فيديوهات القناة خدها، انا ما عنديش اي مشكلة. كذلك منشورات الفيسبوك، خد ما تريد. انا عندي بضاعة وببيعها ببلاش، ابتغي بذلك الاجر من الله، ببيعها ببلاش، خد ما شئت لمن يريد، واللي مش عايز مع السلامة، ما تشتريش. اللي مش عايز بضاعتي ما تشتريش، حتى لو كنت امام الدعاء والمشايخ ما تشتريش. مش عاجبك العب في حواجبك. لو لم يتطولوا على الاسلام ويهاجموا الرسول عليه الصلاه والسلام لما سحقت الههم اله الظلام. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الختام إخواني أخواتي فلذات أكبادي، لا تنسوني من صالح دعائكم لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلا بالألم المقدس ده أنتوا أحرار. أي بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسى أن بدعوتك لي سيقيد لك الرب سبحانه ملك يقول لك ولك بمثل، فلا تنسوني من صالح دعائكم. ودعوا لي يا إخوة بالله عليكم بالشفاء، بارك الله فيكم، ادعوا لي بالشفاء لأني الحمد لله تعبان شوية، فقرات ظهري فيها مشكلة شوية الحمد لله. لو تعرفوا في حاجة اسمها التهاب عصبي الوركي يعني. فده الحمد لله. وانا بقول لكم لسبب واحد فقط، اني اريد دعواتكم، عايز دعواتكم بصدق ان ربنا يكشف عني هذا البلاء يعني. لا تنسوني من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. يا ريت الناس اللي شايف الفيديو ده على الفيسبوك يعملوا مشاركة للفيديو حالا بالا، حيوا ابو الفصاد، يعملوا مشاركة حالا للفيديو في مجموعات الفيسبوك، ويعملوا حفلات مشاهدة جماعية للفيديو في المجموعات أيضا. تدخلوا صفحة الفيس بالعربي، هتلاقيها بهيدا، بحب اللهجة دي أو بهيدا، هيدا وبيدا، بحب، مش عارف والله، بحب اللهجة دي مع أن أنا مش لهجتي يعني، بس عم بحبها يا زلمة. في يدخلوا الصفحة أهي، صفحة محمد نصيفي المحاور حفظه الرب ورعاه، تلاقوا بالشكل ده. يدخل الاول يعمل اعجابا ويعمل دعوه لاصدقائه للانضمام بالصفحه. في عندك هنا حاجه اسمها مقاطع فيديو، مقاطع الفيديو دي فيها كل فيديوهات الصفحه، فيها اكتر من 500 فيديو ومناظره وحوار ولقاء وما الى ذلك، يشاهد ما فيها ويعمل زي ما قلت لكم دعوه لاصدقائه للانضمام للصفحه. الناس اللي شايفين الفيديو على اليوتيوب حافظه الرب، يعملوا عدة أشياء. 1، تدخلوا القناة، في عندك لما تدخل القناة هتلاقي كل الفيديوهات القناة، شاهد ما فيها ليك أنت،
ليو شاهد ما فيها ليك بفضل رب العالمين. كذا واحد يشاهد الفيديوهات بتاعت القناة كلها، والله الحمد لله الحمد لله، مش مني، فضل من الرحمن، بيقول لي صرت أستاذ حدش قادر عليها في الحوارات، وبعضهم كان متذبذب وما إلى ذلك، ويظن أن هؤلاء الحمقى على حق أو عندهم بعض الحق، بعد ما شاف فيديوهات القناة اتمحى عنه تماما أن عندهم أي شيء من الحق، عرف أن عندهم استغفر الله العظيم بس خلاص. شاهد ما في القناة كلها من فيديوهات، شارك الفيديو للمهتمين بالفيديو، اللي عايز ياخد أي فيديو من القناة أو أي منشور ينشره عنده في قناته أو في صفحته، أنا ما عنديش أي مالك ولا عنديش أي مشاكل ولا عندي حقوق ملكية ولا حابب يكون إن أنا أحتكر هذا الأمر لنفسي يعني. خد الفيديو شاركه في مجموعات الفيسبوك، اعمل للقناة شاهد أولا لازم عشان يوصلك كل جديد، لأن البلاغات بتمنع وصول الفيديو للمتابعين. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.